افتتح معرض إيدكس 2023 المعني بالصناعات الدفاعية والعسكرية المصري في نسخته الثالثة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمشاركة 22 جناحاً دولياً، حيث تشهد هذه النسخة من المعرض أيضاً استقبال أكثر من 35 ألف زائر من مختلف دول العالم. طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس، احنا معنيين جدا بنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر. جناح الهيئة هذا العام بيشهد لنا ان احنا فعلا عندنا على الاقل خمس مجموعات من المعروضة هنا كلها صناعات دفاعية جديدة تظهر لأول مرة. احنا عندنا طبعا الذخائر الجوية، ودي قنابل حرة، عندنا برضو مركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام، وده الحقيقة بنفخر أنه تصميم وتصنيع مصري 100%. عندنا برضو عربة فض الشغب المصفحة اللي هي خلفينا، دي عربة فض الشغب المصفحة اسمها قادر واحد، ودي بتصنع لأول مرة في مصر وبتلبي مطالب وزارة الداخلية المصرية. عندنا برضو منظومات مجابهة الطائرات المسيرة، خمس منظومات اسمها عائلة حارس. عندنا جهاز جديد بيظهر لأول مرة في مصر اسمه جهاز الكشف والقياس الإشعاعي المصري الجديد، ده بيستخدم في الاستخدامات العسكرية والمدنية. احنا عملنا عربية فض الشغب على شاسيه إيفيكو، طبعا العربية دي قبل كده كانت بتيجي مستوردة بالكامل من الخارج، كانت بتتجهز بتيجي من إيطاليا وتتجهز في إيطاليا وتيجي مجهزة. نتيجة ما شاء الله المستوى اللي احنا وصلنا له من تجهيز المركبات المدرعة والعربات المجهزة، قدرنا نشوف مطالب قوات وزارة الداخلية المستخدمة المركبة حققناها بالكامل، بالإضافة إلى طورنا على العربية اللي كانت مستوردة من الخارج تطورات كتيرة جدا. احنا السنة دي داخلين بنموذج جديد للفهد، ده فهد مطورة، النموذج ده طورنا فيه بعض التعديلات اللي طلبتها القوات المستخدمة للمركبة، تم فيها تعديلات كتيرة، وعملنا تطبيق جديد للعربية عبارة عن عربية إسعاف. طبعا خلال فترة السنتين اللي فاتوا والحمد لله رب العالمين، إدارة البحوث والتصميم عندنا اجتهدت وعملت الكتير من الأجهزة الحديثة اللي هي طبعا طبقا لمطالب سواء القوات المسلحة أو للدول الصديقة، وزي ما انتم شايفين حضرتك في التنوع بالنسبة للأجهزة سواء أجهزة نهارية أو ليلية أو حرارية أو أنظمة إدارة النيران متكاملة بتستخدم سواء لما يسمى منصات الإطلاق أو أنظمة إدارة نيران خاصة بالدبابة. في منظومة الجند المقاتل طبعا، ده منظومة بتتطور مع الزمن، مزود طبعا سواء بجهاز رؤية طبعا سواء ليلي وحراري. طبعا النقطة الثانية بيقدر يتمكن إن هو يضرب من خلف ساتر دون الحاجة ان هو يعرض نفسه لنيران العدو، ودي طبعا ميزة مهمة جدا. النسخة اللي فاتت احنا عرضنا الصلب المدرع، وعرضنا النسخة الاولانية من سينا 200. السنة دي احنا استخدمنا الصلب المدرع اللي احنا بننتجه في انتاج النسخة الثانية من المركبة المدرعة سينا 200. المركبة المدرعة النسخة الاولى كانت بتسع من 5-6 فرد، احنا عملنا النسخة الثانية بتسع 10 فرد بتلبي مطالب المشاة، بالإضافة إن إحنا أنتجنا القاذف الصاروخي 107 الفردي والـ 12 دليل، واكتمل عرس الإنتاج الحربي بالتكامل بين شركاتنا بإنتاج راجمة الصواريخ المدرعة رعد 200، تم إنتاجها بالكامل بواسطة مصانع الهيئة القومية لإنتاجها. رعد 200 يتم التحكم فيها والإطلاق من الداخل. جايين هنا بعيلة تمساح، عندنا من أول تمساح واحد لحد تمساح 6، المجمع كمان بيعمل باص سياحي مدرع، بتشوف الباص من بره بتحس إن هو باص عادي بس هو بيكون باص مدرع. أجدد عربية نازلين بيها كشفنا عنها في المعرض هنا، العربية تمساح 6، عربية معمولة على شاسيه نيفي ستار، مستوى الحماية بتاعتها BR6، حماية ضد الألغام، كراسي ممتصة للصدمات بعد الموجة الانفجارية. يبرهن هذا المعرض على أن مصر لديها القدرة وعلى أكبر قدر من الاحترافية في إدارة وتنظيم معارض الصناعات الدفاعية والعسكرية. وعلى الجانب الآخر فإن مصر أيضا أبدعت هذا العام في تقديم صناعات دفاعية وعسكرية وطنية أكثر حداثة وتطورا من حيث مواكبتها للنظم التكنولوجية الحديثة، بل وأن بعضها يسابق الزمن.
من معرض إدكس للصناعات الدفاعية والعسكرية، عبد الرحمن داود، قناة المحور.